مرابا أجلر، تحية على الطريقة التركية حبيبي وحباب القلب. في هذا البرد وهذه الشتوى ما تحلى غير حسيوة ولا حساء بالعدس الأحمر على الطريقة التركية، بزاف بنينة وعن جد عن جد واو بنا لا مثيل. خطرة المذاق دايما كينا، وانا نأكد لكم دايما كينا هذيك اللمسة تاعي في كل طبق راحين نقدموه ولا راحين نقول لكم كيفاش تخدموه. أما لا راح تشوفوا معنا في هذه الوصفة على طريقتي في قناة وصفات أسمر، راح نشوفوها وما نطولوش عليكم بزاف الهدرة. حساء رائع عن جد واو واو واو. بسم الله وعلى بركة الله، أول شيء نقوم به هي نجيبه قصعة نتاعنا ولا صحن يكون غامق، راح نشلو فيه. هنا شلت تقريب حوالي حفنة نتاع العدس الأحمر. العدس الأحمر نعرفه أنه غني وبالخف، غني بالفيتامينات وبالخف يطيب، يعني تحطوه من يطيب من يعني ما يطولش في الطياب تاعو. راح نشلو تقريب زوج شيلات، زوج مرات احنا نشلو فيه باش نحلو كامل الغبرة. أنا مع الأول كنت نقيته، خذ لي حوالي تقريب كاس ونص نتاع عدس كيما هذا. انتم ما كنتوا عائلة كبيرة تقدروا تضعفوا الكمية. خذيت معها حبة تاع الجزر تكون كبيرة، قطعتها تقطيع عشوائي، درت لها معها كيف حبة بصل متوسطة، تقطيع تاعها يكون عشوائي، حبة طماطم تكون متوسطة، التقطيع كامل يكون التقطيع تاعهم عشوائي. زدت معها حبة بطاطا كذلك، شوية تاع المعدنوس، سنين تاع الثوم، وزدت معها ورقة تاع الرندة حطيتها بنا ما شاء الله. حطيت معها الكركم، حطيت معها الفلفل العكري، وحطيت معها الملح، شوية برك تاع الفلفل الكحل. نعرفوا انه الفلفل الكحل صح يعني فيه حتى هو صحي، ولكن لما لازمش كثر منه. حطيت كذلك شويه كاس سكنجبير، الزنجبيل مطحون، وزدت معها شويه تاع زيت زيتون وشويه تاع زيت العاديه، زيت زيتون وزيت العاديه باش ما تحرقش زيت زيتون وتعطي ريحه ماشي مليحه. حطيتهم على نار تكون متوسطة، وحطيت الملح كذلك هو سيد المائدة، الملح بلا بيه الماكلة تاعنا راح تكون صامتة. وحطيتهم كامل على نار تكون متوسطة وخلوهم يتقلوا على نار مهيلة ولا نار تكون قليلة. دائما قلوا ماكلتكم على نار قليلة، شوفوا حتى تقلت وشوفوا بدأت تخرج منه هذيك العصارة اللي لداخل اللي راكم تشوفوها من الأسفل كامل. ونخلوك البصل حتى يتقلى، وقلوها كامل مليح مليح على نارتكم متوسطة. الوقت يتقلى لكم حطوا على راس المغرف، يعني تقريبا نقولوا احنا ربع تاع المغرف تاع الماكلة طماطم مصبرة، ما تكثرش برك الطماطم مصبرة غير شوية برك باش تنال البنة فيها وتعطينا هذيك الريحة الزاكية. هنا بعد العدس تاعي الأحمر اللي كنت شللته وخليته تشمخ لمدة تقريبا نصف ساعة هكذاك، هاو تشوفوا كيفاش راه تشمخ، حطيتو على هذيك الخليط كامل وراح نعطيها تقليبه خفيفه، يعني تقليه خفيفه مع هذيك الخضروات اللي درناهم، تقليه غير خفيفه ما كثرناش تقليه بزاف. وعلى بالكم ماكله كل ما تقلوها مليح وتخلوها تتقلى ولا طيب بهداوتها راح تجي ما شاء الله وتجي بزاف بنينه ما شاء الله. خطوره المذاق دائما اكد لكم فيها وتكون هذيك البنه، يعني رانا ما درنا لا لحم ما درنا لا دجاج لا حتى حاجه، راح نمرقوا دائما بالماء يكون سخون، الماء هنا يكون الضعف ثلث اضعاف، يعني ثلث مرات الضعف تاع هذيك الخضر اللي فيها الداخل، على خاطر احنا نسحقوها كانها حساء ولا سوب. ولازم كما راكم تشوفوا قويت لها شويه النار وخليتها يغلي ويطيب كامل هذوك الخضروات الداخل مع العدس الاحمر، وغطيت عليها وخليتها. من جهه اخرى حكمت مقله، هنايا هذه الطريقة زيادة من عندي. هنا عندي الخبز البايت تاع البارح ولا تاع عند يوم ولا ثلاث ايام، قطعته الى مربعات صغيرة باش احنا ما نبدروش ونكونوا يعني اقتصاديين في الماكلة تاعنا ومن ضد التبذير. الخبز هذاك باش نستغلوه ما نرموهش باطل هكذاك، حكمته قطعته الى قطع صغيرة مربعات وقليته مع شوية تاع زيت الزيتون وخليته وحمصته حتى وين تحمر لي هكذا كما راكم تشوفوا فيه. الحساء تاعنا راه واجد هنايا راه طايب. هنا واش راح ندير، راح نحي الورقه تاع الرنده هذيك برك باش بعد كي نرحيوها ما تقعدليش لداخل شغل فتات فيها كحل يبان فيها مشوهه. خذيت هنا هذيك اضافه فقط، تحبوا تزيدوها تحبوا ما تزيدوهاش. انا زدت الجبن 4 حبات تاع الجبن، وتزيدوا ديروا الجبن تاع القطاع ولا تاع الميزان، وتريحوا كل شيء مليح بالبرامج سور تاعكم حتى يترحى كل شيء، ترحى بالخضروات بالمعدنوس اللي فيها وليزيبيس وكلش، يعني واحد الريحه تخرج منها واو 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 يا سلام ما شاء الله، واحد الريحة روعة روعة. وزيد خطورة المذاق من أكد ونعود لكم عليها. شوفوا هنا راح نقول لكم طريقة التزيين كيفاش تزينوا هذا الطبق تاعكم، وانتم هنا التزيين زينوا كما حبيتوا، راه الحساء يتزين كما بغيتم، ولكن حوايج كنديروه معاها يعطي المذاق مميز. هذاك الخبز شوفوا حطيته غير من الفوق
يعني كي تعودوا تاكلوا فيه راح يعطيكم واحد القرمشه ما شاء الله، بالاخص لاولادكم راح يحبوا هذه الطريقه ويتعجبهم وراح ياكلوه. وهذا الاكل وهذا الحساء راهو صحي بزاف بزاف ومليحه اللي راهم مرض بالزكام ولا اللي عندهم دير ريباراسيون ربي يشافيهم، دير عمليه جراحيه ربي يشافيهم، كذلك مليحه ليهم يعني الكبير والصغير، مليحه تدفي كما نقولوا حنا تدفي كرشك بحساء كما معاه في برد كما هذا شيء رائع. انا خذيت اوراق تاع البصل كيف كيف الاوراق تاع البصل، انا قطعته اذا قطع صغيره وزينت به، ثاني تاع المذاق هايل. هنا درت الفلفل العكري، فلفل العكري الاحمر يعني زينت به التزيين فقط، ومغرف تاع زيت الزيتون من الفوق في كل صحن وتحطوه وتاكلوه بالصحه والراحه. هذا هو طبقنا تاع نهار اليوم بنين، طبق تركي ما شاء الله مع اللمسه تاع الشيف اسمر. واش نقول لكم، ان شاء الله تجربوا هذه الوصفات وتدعونا معكم بالخير، وما تنسوش بالاعجاب والبارطاج والتعليقات تاعكم الشابين، وخلونا دائما لي كومونتير تاعكم الشابين اللي دائما نلقاهم ما شاء الله ما شاء الله يطلعوا للمورال. اللي جدد معنا في القناه نقول لكم قناتكم مرحبا بكم، واللي راهم معنا قدم في القناه نقول لهم ان شاء الله دائما تتلم محبتنا، وانتم دائما تكونوا اوفياء لهذا القناه. تهلاو في روحتكم، مني احلى سلام واحلى تحيه، سلام.